في الشرقية زراعة 9000 شجرة مثمرة بالشرقية، 9000 شجرة موالح ومانجو وجوافة وزيتون. وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والجاري تنفيذها بقرى مراكز ومدن المحافظة تسير على قدم وساق، وذلك لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على الطرق الرئيسية والشوارع وداخل المدن، والمساهمة في إحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين. وطلب محافظ الشرقية المجتمع المدني بمشاركة الجهاز التنفيذي بتنفيذ حملة التشجير الموسعة الجاري بقرى مراكز ومدن المحافظة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الأشجار خاصة المثمر منها على جانبي المحاور الرئيسية والشوارع التي تم رفع كفاءتها وتطويرها خلال الفترة الماضية، وكذلك مداخل المدن والطرق السريعة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليها، وكذلك لتحسين نوعية الهواء. ومن جانبه أشار المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة إلى قيام المديرية بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمجتمع المدني، وتم الانتهاء من زراعة 9005 شتلة أشجار مثمرة تنوعت ما بين الموالح والزيتون والمانجو والجوافة، وذلك منذ بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية المعنية بزراعة 100 مليون شجرة لزيادة الرقعة الخضراء وخلق جو بيئي وصحي للمواطنين. معنا على الهاتف المهندس علي لاشين. برحب بحضرتك يا فندم. ازاي حضرتك مهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية؟ بنتكلم النهاردة على مبادرة رئاسية هامة جدا وهي زراعة 100 مليون شجرة على مستوى الجمهورية، واحنا بنتكلم على تحديات كثيرة جدا وهي الأمن الغذائي، بنتكلم على التغيرات المناخية. هذه المبادرة وأهميتها وما تم تنفيذه والأحداث الأخيرة التي تم تفعيلها داخل محافظة الشرقية، يا ريت حضرتك تكلمني عنها. هو بداية احنا بنعيش فترة فيها اهتمام القيادة السياسية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع الزراعة. الاهتمام ده بينعكس على وزارة الزراعة من تعليمات معالي الوزير لكل الأجهزة المعنية داخل الوزارة باستغلال هذا الاهتمام الرئاسي لإنجاز أكبر ما يمكن أن إنجازه في هذه الفترة. ومن ضمن هذا الاهتمام المبادرة الرئاسية بزراعة 100 مليون شجرة، وإن شاء الله تبقى الشرقية في طليعة هذه المحافظات. احنا على الفور معالي المحافظ اجتمع بينا يوم الاجتماع مباشرة تم في مجلس الوزراء، وادى تعليماته لجميع المديريات الخدمية ومجالس المدن بالتعاون مع مديرية الزراعة لتنفيذ المبادرة، ونكون من في طليعة المحافظات اللي بتستخدم. بدأت من ثاني يوم التنسيق مع رؤساء مجالس المدن مع المشاكل الموجودة في المحافظة مع منظمات المجتمع المدني مع رجال الأعمال كل في مجاله، بحيث ان احنا ندي انطباع كويس وتعاون مثمر ادى الى زراعة 9005 حتى امس. يعني النهاردة بنزيد ان شاء الله عن 10000 شجرة، معدلنا كل يوم 1000 شجرة في المحافظة. تنوعت هذه الأشجار ما بين الزيتون والجوافة والليمون والموالح، بحيث ان الشجرة هنفضل معاها لغاية ما تثمر ان شاء الله، مش هنزرعها ونسيبها. الشرط ان احنا نزرعها ان احنا نوليها بالرعاية حتى تؤتي ثمارها وتؤتي المبادرة ثمارها من المظهر الحضاري الجمالي ومن المردود اللي هتديه الأشجار المثمرة وتحقيق المنظر الجمالي، بالإضافة إلى تنقية الجو وإعطاء الأكسجين للريف. يعني أنا كان عندي عدة أغراض من زراعة هذه الأشجار. كنا الأول بنزرع أشجار عشان التظليل وعلشان الشكل الجمالي، النهاردة أنا بزرع علشان الحفاظ على البيئة، الشكل الجمالي والإنتاج في نفس الوقت وأقدر أستفيد منه. تواجد هذه الشتلات وأماكن زراعتها والرعاية والاهتمام بعد ذلك، أنا بزرع شتلة محتاجة مني رعاية، مين اللي هيقوم بده ومين اللي هيتابعه؟ طبعا اللي بيقوم بده كل الوحدات المحلية والجامعات الزراعية، كل في انطاقه مسؤول مسؤولية كاملة، وإحنا بنتابع هذا الكلام بأنفسنا عشان نتأكد من تنفيذ المبادرة وأن تؤتي ثمارها. مش هنزرعها ونسيبها، لا هنزرعها إن شاء الله ونرعاها حتى يتم الحصول على الغرض من هذه المبادرة. هي مبادرة جميلة جدا، وأنا بشكرك على أن أنتم يعني بهذه السرعة بتبتدوا تنفذوا على أرض الواقع. بما أن حضرتك معايا، محافظة الشرقية محافظة زراعية جميلة، محصول القطن السنة دي أخباره إيه بمحافظة الشرقية؟ والله محصول القطن دلوقتي في بداية تفتيح اللوز. أيوه.
خلال اسبوع 10 ايام يبدا الجنيه الاولى ان شاء الله للاتحاد اللي هي المبكره اللي وصل فيها نسبه التفتيح الى 50%. بنوصف الجني المحسن، يبقى الجني على فترات عشان نحافظ على رتبه القطن ونحصل على اعلى الاسعار في هذا المجال. تم حصر المساحه المنزرعه هذا العام؟ طبعا تعليمات معالي الوزير ان احنا ناكد وندقق المساحات بالتعاون مع المحافظه. احنا خلاص دققنا المساحات بالنسبه للقطن 56,117 فدان، وده بزياده عن العام الماضي 20,000 فدان. وده طبعا نتيجه نجاح المنظومه العام الماضي واهتمام القياده السياسيه بمحصول القطن، ادى الى ارتفاع اسعاره في نهايه الموسم الماضي الى اسعار غير مسبوقه، حققت مكسب مادي للمزارع، ادى الى اقبال المزارعين هذا العام بزياده 20,000 فدان، وان شاء الله تستمر هذه الزياده في ظل رعايه معالي الوزير وتوجيهات القياده السياسيه. محافظه شلال من المحافظات اللي هي ضمن مشروع تحديث الري الحقلي بالنسبه للاراضي القديمه؟ طبعا طبعا المحافظه داخله، واحنا على وشك كنا عاملين ورشه عمل من 10 ايام بالتنسيق مع وكيل وزاره الري في المحافظه برعايه معالي المحافظ وتوجيهات معالي الوزير. جمعنا رؤساء الجمعيات المشتركه في المراكز واحدى الجمعيات الاهليه، بحيث ان احنا ناخد جمعيه من كل مركز ننفذ فيها خطه الري المطور، تبطين المراوي الخصوصيه استكمالا لما تم انجازه في المرحله السابقه اللي هي تبطين الترع الرئيسيه. هنستكمل هذا المجال عشان نؤدي الغرض من هذا التبطين، الحفاظ على كل نقطه ميه من التركيز. يعني انا افهم من كلام حضرتك ان انا هبتدي بالجمعيات اللي الزمام بتاعها تم تبطين الترع فيه. هناخد جمعيه من كل مركز نموذج، والباب مفتوح لكل الجمعيات، يعني الجمعيه دي هنبدا فيها العمل بحيث انها تبقى نقطه ارشاديه لباقي الجمعيات انها تدخل في المنظومه. تمام، ما حضرتك اديني فرصه. في مزارعين بيشوفوا جمعيه جنبهم ابتدت تحدث الري، والراجل ده مقدم على قرض عشان يحدث هو كمان. فيجي يقول لك ده هم خدوا الجمعيه الفلانيه او جيراني وما جوش عندي، ده بيبقى وضعهم ايه؟ هنبتدي نشتغل معاهم امتى؟ ما احنا عشان كده احنا عملنا الاجتماع، جمعنا كل رؤساء المشتركات ممثله للمراكز، وقلنا له هات الجمعيه اللي ما فيهاش مشاكل اللي هتبقى نموذج يحتذى بيه، بحيث ان يبقى نقطه جذب لكل الجامعات ان هم يحظوا حظها، واحنا بنساعد كل الجامعات. لو كل الجامعات عايزين يجوا يا اهلا وسهلا، بس احنا نبدا بجمعيه كنموذج تبقى أيوة. نقطه ارشاد الناس اللي جاهزه والناس اللي مستعده، انتم ايديكم في ايديهم. تمام. ما بتتاخروش عن حد. بشكرك. بعتنا ناس ايجابيين كده بيساعدونا في الشغل. تمام، بشكر حضرتك المهندس علي الأشين وكيل وزاره الزراعه بمحافظه الشرقيه.